تحت عنوان ما تبقى من ذكريات، عاد المفكر والكاتب والمثقف الكبير دكتور رفعت السعيد لتوثيق اللحظات التي كان هو نفسه شاهدا عليها، وكيف كان موقف مبارك من القضايا الخلافية وعلاقته بالأقباط وسر حالة التوتر التي كانت بينه وبين بابا شنودة الثالث. من ضمن اللي قاله، قال عن حلقة النار، قال إيه بقى؟ قال: قد نجح زكريا عزمي في أن ينسج شبكة غير مرئية تحكم حصارها على مبارك، بحيث يمتنع على أي أحد الاتصال بالرئيس إلا عن طريقه وحده، وكان يسميها متباهيا حلقة النار. وأذكر أن صديقا هو دكتور طه عبد العليم تم اختياره رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، وهو منصب هام، وفي إحدى سفريات الرئيس اصطحبوه على الطائرة الرئاسية، واستدعاه الرئيس خلال الرحلة ليتعرف عليه، وبعد حديث قصير كان على دكتور طه أن يترك المقصورة الرئاسية، فتقاصر وقال لمبارك: أنا من موقعي يا سيادة الرئيس أحتاج إلى الاتصال بسيادتكم لأتلقى توجيهاتكم. ورد مبارك ساعتها: إن شاء الله. لكن زكريا عزمي انتحى به وزجره بشدة، وقال له: أنت كده بتخترق حلقة النار. ولم يدرك دكتور طه عمق الكارثة، وعندما تحدث معي عقب عودته تليفونيا وروى ما حدث، قلت له: احذر فقد يطاح بك. وبالفعل، ربما بسبب ما طلبه من الرئيس أو بسبب أنه حكى لي ما لا يجب أن يحكى، أطيح به. وذات يوم استدعاني قداسة البابا شنودة غاضبا وساخطا بعد حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في قضية قرية القشح، وقال لي: بلغ الرئيس إن دم الأقباط مش مية. وكان الأمن قد رتب المحاضر لتقود لبراءة المتهمين في قضية الكشح، خاصة أن المعتدى عليهم كانوا يوجهون اتهامهم الأساسي لشخص واحد، وكان من الصعب تصور وجوده في أكثر من مكان في وقت واحد، والقاضي بيحكم بما أمامه من أوراق. اتصلت بجمال عبد العزيز السكرتير الخاص للرئيس بعد اتصال بتليفون دكتور زكريا عزمي الخاص، ولكنه لم يرد. وأجاب جمال عبد العزيز: الرئيس عنده ضيف، سأتصل بك فور انتهاء المقابلة. ولم يتصل ولم أكرر المحاولة. وأعتقد مجرد اعتقاد أن سكرتير الرئيس كان متمما لحلقة النار، وأبلغ دكتور زكريا عزمي الذي طلب منه ألا يبلغ الرئيس، منتظرا أن أتعلم ألا أخترق حلقة النار. وعاند وعانت، فلم أكرر المحاولة، لا من جمال عبد العزيز ولا من زكريا عزم، رغم أنني كنت أبلغت السكرتير أن الأمر هام جدا وعاجل جدا. وبعد يومين اتصل دكتور زكريا عزم بيقول لي: أنت زعلان مننا؟ قلت له: لا مش زعلان. قال لي إن جمال عبد العزيز نسي أن يبلغ الرئيس وسألني: ماذا كنت تريد؟ وقال بتودد: أنا تحت أمرك. قلت له ما قاله البابا شنودة، وقلت له أقترح أن يكلمه الرئيس. بعدها بدقائق كان الرئيس على التليفون، وقال لي: القاضي قدامه أوراق متوضبة لصالح المتهمين، وبلغ البابا إن النيابة ستطعن في الحكم أمام محكمة النقض. بلغت الكلام ده للبابا، فصمت البابا عن غيظ شديد. والحقيقة أن العلاقة بين مبارك والبابا شنودة كانت معقدة جدا، لأن موضوع الكنائس أصلا معقد. وأذكر أن دكتور زكريا عزمي طلب أن أزوره في قصر عابدين، وهناك أطلعني على رسالة من وزير الأوقاف آنذاك دكتور حمدي زقزوق، يشير فيها إلى زيارة قام بها للنمسا، حيث وجد حالة من الاحتقان عند الأقباط المصريين بسبب موضوع نشر فيه
نشرة الكرازة المرقصية، ويشير فيه إلى غضب قبطي بسبب عدد من الأوضاع، وقال الرئيس يطلب منك أن تزور البابا، ويستحسن أن تقابله منفردا لتسأله عن طلباته، والرئيس مستعد لتلبية ما هو معقول. المهم اتصلت ورتبت موعد بالدير حيث يكون البابا منفردا. وكان دكتور زكريا عزمي قد لحقني وأنا على السلم، وقال لي: ما تقولوش إنك تحمل رسالة من الرئيس، وهاتها من عندك أنت. وما إن انفردنا، حتى قلت لقداسة البابا: أشعر أنك لست على ما يرام مع الرئيس. فابتسم، ثم بعد فترة تأمل، لعله تأمل الدافع وراء زيارتي وخلف سؤالي، ثم بدأ بالشكوى في الحديث عن سابق طلبه كنيستين في الوادي الجديد، أذكر أن إحداهما في بلدة موط، وكلنا نعرف إن القبطي لازم يخطب خطيبته في الكنيسة ويتجوزها في الكنيسة، ولما يموت لازم يتصلى عليه في الكنيسة، وبلدة موط فيها أقباط كتير، واللي يموت يحطوه في الصندوق على حمار ويسافروا بيه مشوار طويل جدا، لأن مفيش طرق ولا عربيات تقدر تمشي في الصحراء. وقالوا الريس وافق من سنتين ولسه ما حصلش حاجة. ثم سألته: هل مثلا تجدون أن من الملائم أن يكون هناك محافظ قبطي؟ فسأل: إيه المانع يعني؟ وتضاحكنا وودعته، وفيما أغادر ناداني قائلا: زي ما قالوا لك ما تقولش إن إحنا اللي بعتينك، أنا بقول لك ما تقول لهمش إن أنا اللي طلبت. وضحكنا معا. الرئاسة عينت رجل أعمال مسيحي بالشورى، وكتبوا في الجريدة الرسمية من الكشح، فالبابا علق: ربما أراد أن يسجل أنه متعاطف مع ضحايا الكشح. وأبلغت مبارك بغضب البابا شنودة من براءة المتهمين في الكشح، فقال القاضي أمامه أوراق متوضبة لصالح المتهمين، وبلغ البابا إن النيابة ستطعن في الحكم. وإنشاء كنيسة بالوادي الجديد وتعيين محافظ قبطي تم بعد زيارة حمدي زقزوق للنمسا، اللي اكتشف فيها احتقانا بين أقباط مصر، واكتشفنا توقيع مبارك على القرار من سنتين. بعدها اتصلت بزكريا عزمي فرفض الحديث في التليفون، وقال لي: تعال فورا. في مكتبه قلب أوراق، ثم استخرج المذكرة المعروضة على الرئيس بشأن كنيستين في الوادي الجديد، وعليها توقيع مبارك تحت عبارة لا مانع والتاريخ قبل سنتين، وقال: روح فورا لحبيب العدلي وشوف معاه الموضوع اتأخر ليه. كان العدلي منتظر، أرى التأشيرة وطلب مدير أمن الوادي الجديد، وكان الرد البارد: ما قدموش عقد يفيد تملكهم للأرض. وبينما يرد عليه العدلي، أنا صرخت: الكنيسة تمتلك الأرض من 500 سنة، ولم يكن هناك عقود تمليك، وحتى الآن لا يوجد في هذه المناطق شهر عقاري ولا عقود تمليك. فشخط العدلي: الموضوع يخلص فورا. وفعلا خلص الموضوع فورا. أما عن موضوع المحافظ، سألني دكتور زكريا عزمي: هل هو عنده مرشح؟ فسألت، فالإجابات كانت: اسأل دكتور ثروت باسيلي اللي هو وكيل المجلس الملي. وفي اليوم التالي جاءني سي في للمرشح، أذكر أنه كان طبيبا في مستشفى منشية البكري، لكنني متأكد أن اسمه أكليماندوس. وطبعا كان رد زكريا عزمي متعلقا بالاسم: ازاي هيعينوا واحد اسمه اكليماندس محافظ؟ لكنني كنت واثقا ان اختيار المحافظ، اي محافظ، لا يمكن
أن يكون لأحد غير الرئيس، وفعلا عين الرئيس محافظ مسيحي آخر. والحقيقة أن موضوع العقوبات كان يشغل بال مبارك، وإن كان يتعامل معه بحرص شديد يوحي بتردد يخاف من تداعيات لا يجوز الخوف منها. ولكن في اللجنة المصرية للوحدة الوطنية، وخاصة منير عبد النور وأنا، كنا بنبذل جهدا في الإلحاح على حل مشكلات تتناثر هنا وهناك، خاصة في مجال التعليم. وذات يوم كنت عند قداسة البابا، وكعادته في كثير من الأحيان كان يتهكم ضاحكا وشاكيا في نفس الوقت، وحكى لي قصة طالب طب كان بيخشى من امتحان الشفوي لأن الأستاذ متعصب ضد العقوبات. المهم الأستاذ سأله: اسمك إيه؟ قال له: مجدي. قال له: مجدي إيه؟ قال له: مجدي إبراهيم. قال له: إبراهيم إيه؟ قال له: مجدي إبراهيم كمال. كمال إيه؟ فمفيش مفر بقى، فقال له: بطاريس. فشخط الأستاذ: قوم، ده بطرس، ده يسقط. وعاد الفتى باكيا. وذات يوم اتصل الرئيس مبارك وسأل كالمعتاد: البابا صاحبك زعلان ليه؟ والتقارير بتقول إنه بيشكو بمرارة. فحكيت له حكاية بطاريس، وزدت عليها إن هذا الأستاذ يتعمد أن يمتحن الطلاب يوم 7 يناير ليغيظ الأقباط. المهم ضحك أولا على اسم بطاريس، ثم قال: كلم الدكتور حسين اللي هو وزير التعليم والتعليم العالي، حسين كامل بهاء الدين، خليه يشوف حل وبلاش امتحانات يوم 7 يناير. فرد الدكتور حسين: الأستاذ الممتحن كان أستاذي، ومن الصعب علي مجادلته في هذا الأمر، والحل أن يصدر الرئيس قرارا بذلك. وأردف: وعلى كل حال عندما كنا طلبة كانوا يمتحنوننا في عيد الفطر أو عيد الأضحى كنوع من التأكيد على أهمية دراسة الطب. فنقلت الإجابة لدكتور زكريا عزمي، وجاء الرد بعد أقل من ساعة: خلاص يا سيدي، الريس قرر اعتبار 7 يناير أجازة رسمية، ويمكن كمان عيد القيامة. جريت ونقلت الخبر للبابا شنودة الذي أبدى ابتهاجا غير معتاد، لكنه لدهشتي رفض أجازة عيد القيامة لأن ذلك سيثير قطاعات كبيرة من المسلمين الذين سيتذكرون ساعتها الآية اللي بتقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فدهشت ليس فقط لأن البابا يتذكر نصا قرآنيا، وإنما لحرصه البالغ والسريع جدا بالنسبة لأجازة عيد القيامة. فأبلغت الدكتور زكريا عزمي الذي قال: كده بيلقن البابا شنودة الجميع درسا في الوطنية. وبعدها عندما زرت قداسة البابا همس في أذني وأنا أغادر: ستذكر الكنيسة في تاريخها إنك صاحب أجازة 7 يناير، إنها تبقى أجازة رسمية. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا